معي على الهاتف ايضا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. دكتور محمد، يعني عايزين نعرف السنة دي في ظل الظروف اللي احنا فيها والاختلاف الاجواء الحارة والبردة، واليوم الواحد بيشهد اكتر من طقس لاكتر من فصل، احوال الزراعة بتاعتنا والخضار والفاكهة ايه؟ الحقيقة طبعا احنا عندنا في وزارة الزراعة وعندنا الزراعة في مصر هي منظومة مرنة مش منظومة صلدة، منظومة مرنة ومتحررة وبتقدر تطور من نفسها بشكل مستمر. عندنا المزارع المصري الحقيقة عنده قدر كبير من المعلومات فيما يخص المنظومة الزراعية. عندنا وزارة الزراعة بتبقى حريصة على انها تمده بكل النظم المزرعية الحديثة وكل المعلومات الخاصة بالابحاث العلمية الحديثة بشكل مبسط علشان خاطر ويقدر يطبقها ويقدر ينفذها بشكل كبير. ده ساهم معانا في ان احنا الحمد لله في تطور كبير بتشهده منظومة الزراعة المصرية. طبعا في ظل دخول 100,000 فدان صوب زراعية، دي الحقيقة هتساهم بشكل كبير في توفير الاحتياجات الأساسية من الخضر وبعض أنواع الفواكه. كمان عندنا الحقيقة التوسع في زراعة 1.5 مليون فدان في مناطق مختلفة، واهتمام السيد الرئيس بالتوسع في منطقة الوادي جنوب الوادي والسيناء، ده كمان هيساهم بتوفير قدر كبير من السلع الاستراتيجية الهامة للمزارع المصري. وطبعا هنلاقي عندنا الأقماح مثلا هذا العام الحمد لله في زيادة تكاد تقترب من 0.25 مليون فدان زيادة في المساحة المزرعة. احنا زرعنا السنة 3,402,000 فدان، ده طبعا ان شاء الله يحقق لنا نسبة يعني حصاد في الحصاد بتاع القمح ممكن نتجاوز ان شاء الله 9 مليون طن. طب امال دكتور محمد، البيانات بتقول انه في 80,000 طن فواكه وخضروات وحصلات زراعية صدرناها لدول الخليج، واستوردنا 224,000 طن من ضمنهم قمح. يعني احنا برضو ما زلنا بنستورد قمح لكن ما بنصدرش. لا طبعا احنا عندنا في حاجات بنصدرها وفي حاجات بنستوردها. احنا كان عندنا الحقيقة كان في بنستورد اقماح بكميات كبيرة، انما احنا عندنا بنتوسع في زراعة الاقماح عشان خاطر نسد العجز وعشان خاطر ان احنا نصل الى اقرب ما يكون الى الاكتفاء الذاتي. احنا عندنا معدل استهلاك الاقماح من اعلى المعدلات العالمية، ولكن احنا بنسعى بشكل كبير من منظومة الزراعة وطبعا وزارة التموين بتسعى ان هي توفر كل احتياجات المواطنين من الاقماح. احنا عندنا بالمناسبة يعني عندنا كم كبير من الاحتياطي الاستراتيجي الخاص بالاقماح، لان طبعا دي نقطة هامة، واضافة لان احنا كمان عندنا دلوقتي موسم حصاد القمح، فده هيوفر كميات كبيرة من الاقماح تكفي تقريبا احتياجات المواطنين لفترة طويلة جدا تكاد تقترب من السنة يعني. لكن احنا كمان عندنا بالنسبة للخضر احنا بنصدر خضر بشكل كبير، بنصدر احنا رقم واحد على العالم في تصدير البرتقال والموالح. احنا الحقيقة لنا دور كبير جدا في تصدير البطاطس، عدد كبير من الخضروات، احنا رقم واحد في انتاج زيتون المائدة. فكل دي الحقيقة احنا حققين فيها نجاحات كبيرة الفترة الأخيرة. وطبعا ثقة الدول الأوروبية والعربية وكل دول العالم الحقيقة في المنتج المصري بتزيد بشكل كبير، خصوصا ان احنا دلوقتي يعني اترفعت كل الحظورات اللي كانت مفروضة على الصادرات الموالح والخضروات المصرية، على اي صادرة زراعية مصرية اترفع كل الحظورات اللي كانت مفروضة، كانت دي مفروضة في ده برضو مجهود يحسب لوزارة الزراعة وسيادة الوزير طبعا، لان رفع الحظر ده بيحتاج جولات كبيرة من المفاوضات يعني. طبعا وخلينا اقول لحضرتك كمان ان احنا مش بس كده، ده احنا فتحنا 30 سوق جديد كمان، وكمان شلنا بعض الفحوصات الاضافيه اللي كانت بتبقى مفروضه على الصادرات الزراعه المصريه. ده بياتي من ان في تعليمات واضحه من معالي الوزير الاستاذ القصير لمفتش الحجر الزراعي بضروره التواصل وتكويد المزارع وتكويد كل معاملات الانتاج الخاصه بالمنظومه الزراعيه. كمان يبقى في عندنا كمان لجنه مبيدات بتبدا تعمل دورات تدريبيه للمزارعين والعاملين في المنظومه الزراعيه علشان خاطر يبداوا يتعلموا ازاي يستعملوا المبيدات الزراعيه، وده يساهم برضو في زيادة جودة المنتج الزراعي. واحنا دربنا 10,000 واحد على ان هم يكونوا مطبقين المبيدات، وده طبعا له دور كبير جدا. كمان بقى لما نقول ان احنا عندنا قانون الزراعة العضوية دخل وبتحط له لائحة التنفيذية بتاعته، ده هيساهم برضه في زيادة الصادرات الزراعية. الحقيقة احنا عندنا كم كبير من الزيادة في الصادرات الزراعية على الرغم من جائحة كورونا اللي بتجتاح العالم، الا ان الحمد لله لا تزال الصادرات الزراعية المصرية مسيطرة ومحافظة على مكانتها الدولية، وقادرة الحمد لله انها توفي طلبات معظم دول العالم
طبعا احنا بنغطي السوق المحلي رقم واحد، يبقى الاولويه بالنسبه لنا، والفائض ده بيحافظ على اتزان السوق ان احنا نصدره، ده بيحافظ على اتزان السوق عندنا هنا في مصر، بيحافظ على موارد الدوله، بيحافظ على تعظيم الاستفاده من الانتاج الزراعي في مصر. دكتور محمد اسمح لي اسالك عن المحاصيل الاستراتيجيه اللي كانت مصر مشهوره بيها، عشان تقول لي امتى نرجع نكون مصدرين للقمح والقطن والمحاصيل الاساسيه دي. يعني حتى لو في ارقام حضرتك تقولي مثلا احنا بننتج كذا قمح وفاضل لنا كذا بنستورده، ممكن مثلا السنه الجايه اللي بعدها نبقى اكتفينا ذاتيا، وكذلك القطن. لا هو انا مثلا بالنسبه للقمح انا اقدر اقول لحضرتك ان احنا كان عندنا زياده، احنا مقربين على 500,000 طن ان شاء الله زياده هذا العام. ده يعني بتقلل من حجم الصادرات، حجم الواردات اللي كنا بنستوردها فيما يخص الاقماح. وزاره التمويل الحقيقه بتبقى حريصه على توفير احتياط استراتيجي من الاقماح، ودي نقطه هامه. احنا عندنا في الزراعه احنا بنحاول نتوسع قدر الامكان في المنظومه الزراعيه فيما يخص الاقماح. طبعا في تكليف واضح من سياده الرئيس بضروره التوسع في زراعه الاقماح في منطقه الوادي والدلتا وجنوب الوادي تحديدا، في المناطق الحديثة الاستصلاح ان احنا نحاول نزرع فيها الاقماح. كمان احنا عندنا الحقيقة مثلا منطقة زي غرب المنيا دي، دي من المناطق الواعدة اللي قدرنا ننجح فيها في زراعة البنجر. طبعا لما نتوسع في زراعة البنجر ده محصول مهم جدا على مستوى العالم. طبعا بالظبط، وكمان بيورد لنا السكر، فده كمان من السلع الاستراتيجية. فاحنا متوسع في هذه المنطقة اللي بتقارب من 400,000 فدان، ده اولا يوفر لنا احتياجاتنا من السكر اللي احنا بنحتاجه، وكمان يدينا مساحة في منطقة الأراضي القديمة في الدلتا ان احنا كمان نبدأ نتوسع في زراعة الأقماح في المستقبل ان شاء الله. كمان زراعة الأقماح في منطقة غرب المنيا الحقيقة كانت بتجود بشكل كبير، فده يدينا فرصة كمان للتوسع في هذه المناطق، وفي استثمارات بدأت تضخ في هذا المجال. فده شق، لكن احنا كمان عندنا شق تاني، هو ان احنا عندنا زي ما حضرتك قلت كده القطن. القطن الحقيقه مصر حريصه على التوسع في زراعه القطن. الاقطان المصريه الحقيقه احنا عندنا تطوير كبير بيحصل في الاصناف اللي بنزرعها عندنا من الاقطان. عندنا معهد بحوث القطن الحقيقه بيقوم بدور كبير جدا في استنباط اصناف جديده بتحافظ على السلاله المصريه عاليه الجوده اللي هي طويله الكيل وفائقه الطول، وفي نفس الوقت تعظم من الانتاجيه. الحقيقه طبعا عندنا كمان في نقطه هامه جدا في زراعة القطن. القطن مش بس جودة منتج او جودة حبة القطن نفسها او جودة شعرة القطن نفسها، انما احنا كمان عندنا في معاملات التعامل مع القطن الحقيقة بقى لها معيار هام، لان اي تلوث بيؤثر على الشعر بتاع القطن، ده بيؤثر على صناعة الغزل والنسيج بشكل كبير. فمعظم الشركات الدولية او الشركات العالمية بتحاول انها تجيب اقطان تقول انها خالية من الملوثات، وده اللي مصر الحقيقه مؤخرا بدات تدخل فيه. فاحنا طبقنا منظومه اسمها البيتر كوتون انيشيتيفز او المعاملات المثلى لعمليه التعامل مع الاقطان. فاحنا دلوقتي من خلال هذه المنظومه احنا زرعنا 2000 فدان فعليا من خلال منظومه البي سي اي دي، تدينا شهاده دوليه ان الاقطان المصريه خاليه من اي ملوثات، وده يعلي من قيمتها التسويقيه ويعلي من قيمتها التصديريه. كام فدان يا فندم؟ احنا زرعنا السنه اللي فاتت فعليا 2000 فدان ان شاء الله. 2000 فدان. قول لي يا فندم، حضرتك في اي مكان في العالم لو رحت عند تور دي فال، لو رحت ستاتيو اوف ليبرتي، لو رحت هوليوود، في اي حته في العالم، التيشيرت اللي بتشتريه من المكان السياحي او من المطار بتاع اي دوله، كندا، امريكا، فرنسا، المانيا، بيبقى مميز بانه مكتوب عليه ايجيبشن كوتن. فاحنا يعني هل رجعنا تاني للحلق والنسج والغزل اللي يخلينا ما نصدرش رو ماتيريال، ما نصدرش ماده خام قليله السعر، ونصدر حاجه بتعظيم قيمه مضافه عن طريق ان احنا نضيف عليها شغل؟ طبعا طبعا، بس خليني قبل ما اقول الجمله دي اوضح لحضرتك حته ال 2000 فدان. اتفضل. احنا بنزرع 2000 فدان يعني زرعنا السنه اللي فاتت 2000 فدان بنظام البي سي اي او البيتر كوتون انيشيتيفز، لكن احنا عندنا اجمالي المساحه المزرعه من الاقطان كانت اكتر من 238,000 فدان. فبس عشان يبقى المعلومه واضحه تمام للمشاهد يعني. لكن احنا بالنسبه بقى دي المنظومه اللي حضرتك بتتكلم عليها، لا في تعاون كبير جدا بتقوم بالحكومه المصريه فيما يخص بقى ان احنا نعلم من القيمه المضافه على الاقطان المصريه. احنا بنزرع الاقطان
من خلال وزارة الزراعة بنحاول نستنبط أصناف، بنحاول إن احنا نتكل نظم مزرعية أعلى أوفر في التكاليف وهكذا. كمان عندنا وزارة قطاع الأعمال الحقيقة بيبقى لها دور كبير في إنها تطور المحارج، وأظن كان في محلج في الفيوم لسه مؤخرا تم تطويره وتم افتتاحه، ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا. كمان عندنا مصانع الغزل والنسيج، عندنا كمان وزارة التموين الحقيقة علشان خاطر موضوع الأكساب بتاعة القطن وزيت بذرة القطن يبقى فيه تنسيق، فاحنا عندنا فيه تنسيق كبير جدا بتقوم بيه الدولة المصرية ككل علشان خاطر تعلي من القيمة المضافة للأقطان. طبعا احنا كل ما نهتم بالقطن المصري الحقيقة احنا بنوفر حاجات كتيرة جدا، بنوفر صناعة غزل ونسيج، بنوفر قيمة صادرات أعلى، بنوفر زيوت، ودي من الحاجات السلع الهامة جدا والسلع الاستراتيجية الهامة جدا في مصر، احنا بنحتاج زيوت بشكل كبير، فطبعا زيت بذرة القطن الحقيقة من الزيوت المؤثرة، بنوفر إنتاج حيواني من خلال الأكساب اللي بتستعمل في تغذية الحيوانات اللي بتنتج من مخلفات القطن اللي هو قزب بذرة القطن، فكل دي الحقيقة عوامل بتشجع إن احنا كمان نتوسع في زراعة القطن. احنا طبعا بنحاول إن احنا نعلي من هذه الزراعة، طبعا طبقنا السنة اللي فاتت وزارة قطاع الأعمال طبقت منظومة من خلال المزايدات إن هي بتعلي من قيمة الأسعار عن طريق إن هي تبقى في مزايدة علنية لشراء الأقطان من المزارعين. طبعا دي على الرغم من إن حصل انخفاض كبير جدا عالميا في مستوى أسعار القطن أي. العالمية بشكل عام، لأن ده خلى برضو على الرغم إن كان في تأثير على المزارع المصري، لأن التأثير كان في أضيق الحدود في ظل تطبيق هذه المنظومة الجديدة، في ظل تطوير المحارج اللي موجودة، في ظل تطوير المصانع اللي موجودة، بيدينا إن شاء الله فرصة كبيرة للعودة إلى مجد صناعة الغزل والنسيج في مصر من خلال توسع في زراعة الأقطان المصرية. احنا الأسبوع اللي فات في إقبال كبير جدا من مستثمرين كبار في مصر على عودة نشاطهم واستثمارهم في الغزل والنسيج بعد الحزم التحفيزية الخاصة بالضرائب وإلغاء فوائد الديون من البنوك وتوجيهات القيادة السياسية في هذا المجال يعني. طب اسمح لي دكتور محمد أخيرا أسألك على سؤال ليه شقين. أولا احنا بنزود المعروض من الخضر والفاكهة واللحوم، ووزارة الزراعة عاملة مجهود كبير في هذا الامر، لكن عايزك تكلمني عن الرقابة على الحاجة لغاية لما بتوصل للمستهلك، لانه بنتفاجئ برضو رغم كل الحاجات العظيمة اللي بنتكلم عليها دي انه مثلا البطيخ معظمه تحس انه محقون فطعم وحش، لونه احمر لكن بعد ما تاكل منه حتة صغيرة لو قعدته في التلاجة شوية كله يطرى وما تعرفش ازاي ما كانش طري قبل كده. الخوخ مجرد ما بتشتريه ربما بيتعرض لكمية شمس رهيبة بيبقى شكله كويس يقعد عندك تبص تلاقيه قدد كده وتاني يوم صعب يتاكل. الرقابة في الجزئية دي واللي هي تخص وزارة الزراعة طمني عليها بعد اذنك. طبعا الحقيقة احنا عندنا في وزارة الزراعة احنا بنشتغل على كذا مستوى. اولا هو بالنسبة ل يعني كمنتج اللي احنا بنقدم مجموعة توصيات فنية للمزارع علشان خاطر نضمن جودة المنتج اللي بتقدم للمواطن المصري. تاني حاجة احنا عندنا الحقيقة يعني ذكرت حضرتك اكتر من صنف كخضر او كلحوم، عندنا كمان بالاضافة على الرقابة الهيئة العامة لخدمات البطالة بتبدأ تقوم تنزل بتعمل حملات تفتيش وتتأكد من سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين، وأي مخالفة بيتم رصدها على طول بيتم تحويلها للجهات القضائية ومصادرة اللحوم اللي فيها أي نوع من أنواع المخالفات. يعني بالمناسبة احنا ساحبين لسه 10,000 عينة مؤخرا، واتعمل 680 محضر لأي مخالفة كانت موجودة في بمناسبة شهر رمضان وفترة الأعياد اللي كانت موجودة في شم النسيم. فالحقيقة في الفترة دي كان في تكثيف تواجد من الأطباء البيطريين والعمل على تلافي هذه الأمور. كمان عندنا هيئة سلامة الغذاء بتبقى حريصة على انها تنزل تتابع وتشوف بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومع وزارة الصحة سلامة المنتجات اللي بيتم تقديمها للمصريين، الا ان احنا كمان عندنا في الوزارة احنا حريصين على ان احنا نعمل تتبع لكل المنتجات الزراعية اللي موجودة علشان نقدر نعرف مين هو المزارع اللي زرع هذه الزراعة، وده احنا بنعمل عملية تكويد الحياة ودي لها دور كبير جدا. بس خلينا نقول احنا محتاجين نطور اولا كمستهلك، محتاجين نطور من اليات الشراء بتاعتنا، محتاجين ان احنا نغير شويه من ثقافتنا بالشراء لكميات كبيره لان احنا نشتري كميات الاحتياجات علشان ما نخزنش بشكل كبير عندنا، وده يقلل بشكل كبير من الهدر اللي بيطلع فيه المنظومه الزراعيه. كمان احنا عندنا محتاجين برضو ان احنا نعلي من
المعاملات بقى ما بعد الحصاد، ودي احنا بنشتغل عليها من خلال اضافه قيمه مضافه على المنتجات الزراعيه، وان شاء الله يساهم ده في تطوير المنتج الزراعي المصري. أنا شكرا. بشكر سيادتك يا فندم على سعة صدرك وعلى وجودك معانا كل الوقت ده على الهاتف، شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية.